بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي الأعزاء المشاهدين الكرام في كل مكان، أرحب بكم في هذه المساحة المخصصة للثقافة والمثقفة القانونية. أنا أسامة رجيعة. في المرات السابقة تكلمنا عن القوانين والعقود وعن أهميتها، وتكلمنا عن المحاكم المدنية والجنائية، وتكلمنا أيضا عن الدولة ومفهومها. وفي هذه المساحة بنحاول مع بعض نتكلم شوية عن العلم. والعلم هو رمز لسيادة الدولة وعزتها واستغلالها وولاء شعبها، كما إنه يعبر عن هوية الدولة وتاريخها. فالعلم مو شيء سهل، وعشان كده الناس بتهتم به وبتهتم برمزيته. كثير من الدول بتهتم حتى بالنوع الماتيريال، المواد المصنوع منها العلم، بتضع كود او ارقام للالوان العلم. يعني العلم اذا كان بيتكون من الاحمر والابيض والاسود، ما معناته اي درجه من درجات الاحمر هي المعتمده؟ لا، بيكون في كود وبيكون في مرسوم طالع انه اللون الاحمر بهذه الدرجه هو لون العلم، وكذلك الابيض معروف هو درجه الابيض، وكذلك اللون الاسود. بل بتهتم بطريقه صناعته، بتهتم بطريقه رفعه في الدوائر الرسميه، وكذلك قيود استعماله. يعني لا يجوز الاستعمال العلم بشكل مطلق. والعلم في الرسمي بيستخدم في كل المناسبات، يعني في كل المناسبات الرسميه الوطنيه والاعياد الوطنية بيستعمل العلم، لأنه زي ما قلنا إنه العلم دي بيعني الرمز للدولة وسيادتها وولاء. ولا يجوز تحقير العلم، ولا يجوز إهانة العلم، ولا يجوز إساءة استخدام العلم. طيب، ممكن يجينا سؤال، هل نحن يجوز لنا في مكاتبنا أو في مبانينا العامة الخاصة، يعني في منازلنا، يعني نرفع العلم؟ أيضا يجوز أنك أنت تستعمل في مكتبك إشارة إلى الولاء والانتماء لهذا العلم، ومع القيود والضوابط إذا كان أنت في أي دولة بتستخدم العلم، تستخدم علم الدولة اللي أنت فيها. الشيء الآخر، في المباني الخاصة، المناسبات الوطنية والأعياد الاستغلال وخلافه، تستطيع احتزازا بالعلم تستعمله في مبانيك الخاصة أو على سيارتك. نحن ممكن نأخذ معلومة سريعة إنه أول دولة استعملت العلم هي الدنمارك، وكان ذلك في عام 1219. أول دولة استعملت العلم كرمز لسيادتها هي الدنمارك. أما السويد فتعتبر هي سادس أقدم علم في العالم، واستعملته منذ تاريخ 1562. واحترام العلم مهم جدا، لذلك إن الفرد مننا من يسافر بلد معين لازم يكون حريص كيف بيستعمل علم بلده وكيف بيستعمل علم البلد الآخر. وأنا أذكر من السوابق اللي كانت شهيرة إنه في أحد الولايات الأمريكية كانت بتنص على عدم إهانة العلم، وواحد من الشباب هو بيفكر احتزازا بالعلم فخاط بنطالا وترك العلم على مؤخرة البنطال، واعتبر ذلك إهانة للعلم، ولكن طلع منها لأنه كان النص التجريمي زي ما عرفنا لازم يكون دقيق. ونلتقي مرة أخرى، وتحية للعلم.